السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم طيبه ان شاء الله يا ربي، تكون مبارك سعيد، يدخل عليكم الصحه والسلامه وطولة العمر ان شاء الله ليكم ولوالديكم، والله يوفقنا كاملين ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا في التيتر هذا اول فلوج في القناه، الفلوج اللي يعني ماشي بحال الفيديوهات اللي فاتوا، بغيتك بزاف منكم قلتوا لي ما نبقاش ننزل اي فيديوهات القرايه، نخرج شويه على الروتين، نفوجوا شويه، نشوفوا شي مواطع، نشوفوا شي حاجات اللي يفيدونا ولكن ما يكونش بيغمون قرايه. دونك هذا غيكون اول فلوغ، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، فيه بزاف الحاجات مزيونين، فيه مواطع في تطوان وفي طنجه، نخليكم تكتشفوا كل شيء. ما تنساوش غير الى عجبكم الفلوغ تخليو جيم، تخليو لي كومونتير فيه الاراء واقتراحات ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وصحاباتكم وعائلتكم، وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. دونك غنخليكم دابا تكتشفوا الفلوغ، ونتمنى مره اخرى يعجبكم. نخليكم دابا رحله تبدا من اللحظه اللي قالوا فيها العيد نهار الخميس. مشينا حنينا انا وخواتاتي، كنا ديجا باغيين نمشيو نحنيو كما كتشوفوا في لافوتو، تقولوا لي كيفاش جاتني الحنه. المهم غنمشيو نهار العيد، صباح العيد فطرنا، باركنا العيد للعائله وجلسنا مجموعين وسلمنا على بعضنا كل شيء. مراها شبرنا الطريق لتطوان كما كتشوفوا ان فوتو اللي خديتها في الطريق، ومجموعه من التصاور، مجموعه من الفيديوهات اللي نتمنى يعجبوكم اللي صورتهم في الطريق. نخليكم دابا ديالنا. غنزيدو نمشيو للفدان والمشوار السعيد، وفي نفس الوقت غندوزو حتى على الجامع ديال المالك. We'll be right back.
فوق في الخضر، هذاك واحد التمثال اللي كيقولوا له دار الطير في العهد الحمايه عاد اللور. مور ما كنشوفوا دار الطير، نيشان كنبقاو ماشيين قريب بزاف، كنجبر المشوار السعيد تما قصر الملك، وفي نفس الوقت كنجبروا السينما ديال الاسبانيول اللي معروفه بزاف في تطوان وعندها تاريخ من العهد الحمايه. جينا السوق باب النوادر، قلت زعما نتاخر شي حاجه، هو معروف السوق كلشي كيجي يتاخر منه، من المغرب كامل كيجيو يتاخروا في كلشي، السلعات ثابته بزاف، اي حاجه بغيتي تتاخر منها اي حاجه كطيح لك على بالك. ولكن للاسف جبرناه مسدود وصافي، قلبنا الورطه مشينا للفدان حتى هو نشوفه. هذا الفدان كاين هاد السور اللي كان كيحمي المدينه ديال تطوان في العهد ديال الحمايه، في العهد ديال الاستعمار. كما كتشوفوا انا صورت لكم برج من الابراج اللي كانوا كيحميوا المدينه في ديك الوقيت. وحنا وصلنا دابا للفدان اللي جا في وسط المدينه، كلشي كيجي ليه، هذا المتنفس ديال ناس تطوان فين كيجلسوا بزاف. هذا زين البنات ما كنعقل على راسي ملي كنت صغيره وانا كانك، المهم معروفه به تطوان. فاش كنا راجعين فحالنا دزنا في الوسط، هنايا في الوسط المدينه كاين هنايا الخاصه، هي هاد الرون بوين اللي كتشوفوه، واهم حاجه كتبان تما هي الكنيسه، داكشي علاش صورت لكم عن قرب باش تشوفوها، حيت معروفه في وسط المدينه. وصلنا النهاية ديال الفلوغ، نهاية الرحلة ديالنا، نتمنى إلى عجبكم الفلوغ خليو جيم، خليو لي كومنتار فيه كيف جاكم الفلوغ واش عجبكم ولا لا، وباش نزيدو فلوغات دينا اخرين خصكم تبارطاجيو هذا الفلوغ ويوصل بزاف ديال الناس ويتعرفوا بزاف ديال الناس على تطوان. بسلام عليكم.